يعطيكم العافية. احنا اليوم بالميدان عن جامع الدقاق، هذا هو جامع الدقاق، يوم الجمعة 12 رمضان. الوضع هذا هو قدامكم، حياة طبيعية 100%. اليوم حطيت لكم فيديو عن بالقصور وفيديو بالمزرعة جامع الإيمان. هاي هي المنطقة قدامكم، منطقة من ميدان أبو حبل قبل رمضان قبل الفطور حوالي ساعة بالضبط. شوام من حب الشام شقام على الفيسبوك شبكة أخبار سوريا، هالمنطقة بقولوا عنها كتير صار عم يصير فيها مظاهرة، طلع ما في شيء. معكم نبراس، رمضان كريم.